اتصلت بالسفارة أكتر من مرة وبقالي أكتر من ساعة مستني رد الملحق بتاعنا هناك، ما ردش. إحنا مش هنفضل قاعدين كده، يلا بينا. هنفضل كده ولا إيه؟ كويس إني لحقتك، افتكرت مش هلحق. أستاذ خالد أهلا بيك. أستاذ خالد صحفي زميل هند، شفيق أخويا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شفيق بيه. إحنا ما عندناش أي جديد يا أستاذ خالد. عارف، وده شيء مش طبيعي. هو ايه اللي مش طبيعي؟ ان حضراتكم تستسلموا للوضع لمجرد ان مفيش جديد. نعمل ايه بقى يا استاذ خالد علشان نلاقي لحضرتك اللي تنشره؟ انا مش بتكلم على اللي هنشره، انا بتكلم على وقوفكم ساكتين. من فضلك، احنا اللي فينا مكفينا، وكفايه ان مراته عندها مصيبه تانية دلوقتي. لو استنيته لحد ما تخف وتواجه حقيقه انه اتقتل هتبقى مصيبه اكبر. ايه المطلوب مننا يا استاذ؟ حد يسافر يا استاذ، لازم حد يسافر لندن، ومن حقكم قانونا تعرفوا حقيقه التقرير وظروف الحادث. انت فاكرنا ساكتين ولا ايه يا استاذ خالد؟ ولا انت مهتم اكتر مننا؟ انا فعلا مهتم اكتر، وبدليل ان انا هسافر ومش هستنى. في ايه يا استاذ خالد؟ انت عايز جنازه وتشبع فيها لطمه ولا ايه؟ لا يا ناجي، هو بيتكلم صح. انا يا استاذ اللي هسافر واجيب التقرير،
بس وعدني ما تنشرش اي حاجه الا لما ارجع بالتقرير. مش عايزين اي شوشره من غير اي اساس. اوعدك ان النشر مش هدفي، ولو حضرتك عايزني اتعهد لك ان انا ما اكتبش اي حاجه عن الموضوع ده انا مستعد. خلاص. انت هتسافر فعلا يا شفيق؟ ايوه، وانا هكون على اتصال. بضحك يا حبيبتي لأني افتكرت الناس اللي كانوا بيعاتبوني لمجرد إني سبت حتة أرض صغيرة لمجموعة من الشباب مش لاقيين فرصة يعيشوا في الزمن ده. الدنيا في الحقيقة يا حبيبي غير الدنيا اللي أنت تعرفها، غير الدنيا اللي أنت حاسسها بقلبك. فعلا يا هند، فعلا الدنيا غريبة، كله عمال يجري فيها عايز ياخد منها كل اللي يقدر عليه، لكن في الاخر هيلاقي ايده فاضيه. بس للاسف محدش عارف. ده كلام الشيخ النادي يا حبيبي اللي زرعه جواك. بلغها ان في ضيوف. حاضر دي. هي فترت ولا لسه؟ فترت، بس المره دي فترت لوحديها. طب بلغها وانا هطلع لعبل، ما تقولهاش ان عند عبل. حاضر ست هاني. اهلا يا دكتور. علشان خاطري يا عبل سيبيها هي تقابل الدكتور اللي جاي يشوفها. وهيعمل معاها ايه يعني؟ كل خير، ده دكتور متخصص، دي شغلته. مش هيقدر، ماما خلاص بقت عايشه في عالم خلقته لنفسها عشان تفضل مع بابا، محدش هيقدر يرجعها لينا. انا واثقه ان الدكتور ده هيقدر، ده اللي جايبه الدكتور احسان، يعني مش اي حد. انا بتجنن كل ما بسمعها بتكلم نفسها كانه معانا، ما ببقاش عارفه اعمل لها ايه. انت عارفه ان انا اللي فيا ده خلاص ما بقاش بيهمني، انا اللي هممني هي. هتخفي يا عبله وهتسافر معاكي للعلاج. تعالي نقرا قران سوا. بسم الله. هند، ازيك يا ماجد؟ ازيك يا هند؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور خليفة؟ اهلا. ازيك يا دكتور؟ اه صح. ازي صحتك؟ اهلا نورت. دكتور خليفة جاي مخصوص عشان يشوف عبلة. عبلة؟ عبلة كويسة جدا وفي الكلية. إيه طب مش تفضلي ترتاحي الأول حضرتك؟ تفضل. تفضلي. تفضلي يا هند. ايه يا أنيسة؟ لا ما حدش بيسمع صوتك ليه؟ هند حبيبتي انا لسه امبارح كنت ولا حتى بقيتي تروحي الجورنال. جورنال؟ شفتي بقى بعد التحقيق بتاعي ما نزل عن سيدة بدومة اترفع عنه الحصانه ازاي؟ بس انا ما قريتش التحقيق ده يا مدام. يبقى حضرتك ما بتقراش اصلا. لا يا هند، سيدة بدومة ما اترفعتش عنه الحصانه، والتحقيق الاخراني اصلا ما نزلش. لا نزل طبعا. يبقى انت كمان ما بتقريش جورنالك؟ يا حبيبتي نزل ازاي وانت قدمتي استقالتك بسببه؟ انت بتقولي ايه؟ بتهزري طبعا. معقول؟ معقول عايز يكون جه بدري كده؟ مدام هند ما تخلينا في موضوع التحقيق احسن. ما انا قلت لحضرتك انك ما بتقراش اصلا. يا ستي خشي. يا سيدي فين استهين؟ روح. استهين؟ استهين ايه؟ استهين ايه؟ الحمد لله بخير يا ستي، الحمد
حط لونه على جميلي وقعد ألسنت اللي قالوا الكلام ده. ألف عبد الله على سلامتك يا هادي، والله يرحمه. الله يرحمك يا عزيزي. الله يرحمك. قطع البلد كلها، بس ربنا منه الصبر وعلي العوض. سالم سالم، طلع الناس دي بره، الناس دي مجانين. مش مجانين ولا حاجة. انت سمعت اللي قالوه يا مدام؟ بيتكلموا على الدكتور عز، والدكتور عز مات خلاص. اخرس. دي الحقيقة اللي لازم تفهميها كويس. دكتور حسام طلع الناس دي بره، ناس دي مجانين، طلعهم بره. لا يا ماما، بابا مات، بابا خلاص مش راجعني، ومش راجعني، مش راجع لنا كلنا. انتي اتجننتي زيهم. انا ما اتجننتش، انا اتعميت. بابا خلاص راح مننا. انتي ما اتعميتيش، وبابا ما ماتش. بابا مات وخلاص مش راجع، مش راجع. قبلة قبلة، بابا مات يا ماما، مات مات مات. ايوه ايوه مات، ايوه مات يا عبد. راح مننا خلاص، عايز راح مننا يا عبد. اخيرا واجهت الحقيقه المخيفه. حقيقه مخيفه بس على الاقل مش مدمره. بس لو منعوا عنها الحقيقه هتبقى لحظه حقيقه قاتله. خالد، تفتكر هند هتبدا تدور على اللي حصل؟ كأنك مش معشراها من سنين. دي هند يا بنتي. يا دي المصيبة. المصيبة جاية فعلا إذا ما عرفناش حقيقة اللي حصل ولحقنا نمهد لها الكلام ده بتدريج. بس أنت متأكد إن موت وراه ترتيب؟ لأني عارف قيمة الراجل ده كويس، سواء من ناحية تخصصه العلمي أو من ناحية أفكاره السياسية اللي كان بينشرها. للدرجة دي ممكن يخططوا ويرسموا لموته؟ وعندك أمثلة كتير. علماء مصريين؟ علماء مصريين ومفكرين أجانب. كل ده لمجرد إنهم اتجرأوا وواجهوا أكاذيب الصهيونية. بس الدكتور عز الدين كامل كان بيجمع بين حاجتين، انه عالم في الفيزياء النوويه، والشيء الثاني الافكار السياسيه اللي كان بينشرها. عز الدين كامل اتحول لضوء لكشف كل الاكاذيب اللي ماليه العالم ضدنا دلوقتي. اه بالمناسبه، انت عرفت اخوه سافر ولا لا؟ عرفت ميعاد الطياره واسمه فيها. طب كويس. بس مش طايقني لا هو ولا اخوه الصغير ناجي بتاع البنك، لكن ما رحمتهمش من مواجهه المساله. بصي، فوتي انتي على هند وطمني عليها، واول ما تروحي في البيت كلميني في التليفون. لا لا مش عايزه، انا خلاص بقيت كويسه. طب ما ناخد راي الدكتور احسان، ما هو تحت يا هند. قبل فيني عايزه نايمه بقالها مده، راح اقول للدكتور احسان خلاص. خلاص انا مش محتاجه مخدر، الحياه بقت واضحه قدامي. كشف ابته، بس ما اعرفش مرته هتستمر لامتى. ادخل. هند، الدكتور احسان عايز يشوفك قبل ما يمشي. والدكتور التاني مشي خلاص. ناجي خد عيدة وروحه، أنا ماشية من هنا. ماشية فين؟ عايزة خد عبلة بعيد عن الفيلا. والله يا فكرة حلوة، بس هتروحوا فين؟ هنروح العزبة. طب كويس، أنا عندي أجازة ممكن أجي معاك أنا وعيدة. مش هستنى لبكرة، أنا رايحة دلوقتي. جاية نص الليل. طب إزاي يا ابني؟ بس ناجي لسه بيكلم العمدة. يا بناي، ولا حد حاسس باللي جواه. شفيقة جاية ورايا دلوقتي تنظف معاك، واني معاكم. لا لا، انا هستناها بره. لا ده انت تستنى هنا، مش كفايه اللي احنا عملناه فيها لما رحنا لها هناك؟ زي ما تكون مروحنا جه بفايده يا ستي، زي ما تكون المصيبه كانت كاتمه على قلبها. يا واد بطل عياط يا واد، ما توجعش قلبها اكتر ما هو موجوع. يا عارفه قد ايه انا كنت بحبه، قد ايه كان ليا وليكي سر. عشان كده بقول لك يا شيخ هتستنى هنا، وبطل يوت بقى عياط بقى. Mm-hmm.
تنام يا ست عدرية. نامت عليكي حتة تنامي فين تعالي؟ أنا راجعة مهدودة وتعبانة وعايزة أنام. أمال أنا بعتاكي ليه يا بيت؟ عشان أنضف الدار مع مساعدة. لا يا فلح، أنا بعتاكي عشان تعرفي وتقولي لي عملت إيه هين؟ ما أنتِ كنتِ معايا يا ست أدرية. يا بيت أنا بسأل شكلها إيه؟ لسه بتكلم روحها زي ما بيقولوا؟ لا والنبي اسم الله عليها عقلة، بس نفسها مكسورة. ربنا يصبرها بقى على مصيبتها. نعم يا أختي، يصبرها. ما هي جت اهي وسابت اللي قتلوه. قتلوه؟ بسم الله الحفيظ. ايوه، امال هما بعتين شفيق يروح لندن ليه؟ لا دي مش موتت ربنا والله. اعوذ بالله، بقى الست تبقى في مصيبتها وكمان عايزين تقولوا لها ان جوزها اتقتل. قولي. قالت ايه لاخوه ناجي قدامك؟ قصري. والله ما اعرف، هما طلعوا فوق وقعدوا يتكلموا وانا ما سمعتش حاجه. ربنا يخليكي سيبيني اروح انام بقى، ده انا بكلمك وانا بنام على روحي. لا هتروحي تباتي هناك مش هنا. تاني؟ ما انا لسه راجعه من هناك، وبعدين الواد شحمه وبيت هناك. الواجب، الواجب يا جاموسه لازم يتعمل. شوفي حد من الغفر بره يوصلك. يلا. الواجب؟ ولا عايزه تعرفي بتقول ايه وبتعيد ايه؟ لا يا ام العريف، عايزه اعرف انا هعمل ايه. والحلم، الحلم شفت فيه ان والدي بيحذرني ان السيف ما يضيعش. قال فيه حاجه عن الشهاده. ايوه ايوه، اتكلم فيه عن الشهاده. ازاي الجزء ده راح من الحلم؟ كانت نبوءه انه هيموت شهيد. شهيد عايز يضع مني يا ابويا. مش سلمتيه سيف النادي الكبير يا هند وواجه الغزاة؟ اوعي يضيع منك السيف من بعد الشهادة. نفسي قوي أعيش لحد ما أقدر أحول علمي لعمل. نفسي قوي أعيش لحد ما أقدر أحول علمي لعمل. وعبلة، مين يضمن مستقبل عبلة في عالم زي ده؟ بالك يا خلف، انت كده هتقع. ما تقلقيش انا ماسك السلم كويس. ولو اني يعني مش فاهم حفله تقبيل دي يعني ايه. تقبيل يعني هنتكلم عن الراجل وامتى يا حامد؟ اه لا تمام تمام قوي، ولاد اصول بصحيح. مع ان سبحانك يا الله الارض طارت. ممكن تنقطنا بسكتك؟ حاضر يا علي هنقطك بسكاتي، بس يا جماعه انا مش قصد ازعلكم، انا بس عايز اعرف حاجه واحده. العمده بتاع البلد دي هيحضر البتاع ده؟ والله يا سياده لو عاوز يجي اهلا وسهلا، ينور طبعا. طب ما تدعيه يا خلف يا ابن عمي. لا يا حبيبي احنا خلاص دعينا النائب سلماوي. يابا خلينا في الطعم اللي يجيب الاكابر، سلماوي ده كبير وجيب بساريه، انما العمده في ديله المامور، في ظهره المحافظ، بعديه الوزير، الكل كليله. طيب نفكر يا عم. من غير تفكير بينا على عمدة عشان يلحق يعمل اتصالاته وكده يبقى تيت تيت. رجعت مصر تاني؟ لا سيناجي ومراته بس اللي رجع، وسابوها لوحدها مع البنت العميانة. اه ومشيتني اول ما شافتني. ايه شخطت فيكي؟ لا شخطت في العربي البواب وقالت له بعين وحسها كده كأنها بتسمعني. وصل شافيها وقفل البوابة. يو شكلها كده حالتها تخوف. يا مين دي يا بت يا لكاك انت اللي حالتها تخوف؟ هندي يا عبد، جت تقفل على نفسها هنا في سرايا العزبة. الظاهر يا اخويا مخها لسه تعبان. محدش عارف مات ازاي. يعني شفيق سافر لندن عشان عزي مات مقتول؟ يا أدرية وطي حسك، ده لسه كلام كلام. يوه ووطي حسي ليه؟ وهي تيجي تقعد هنا تعمل ايه؟ ما تقعد في مصر وتقوح مع الحكومة لحد ما تعرف. مش تيجي بقى عشان تقعد مع نفسها عشان ترتب هتعمل ايه في الورث. ورث ايه بس يا أدرية وهي في مصيبة جوزها اللي محدش عارف حكاية موته ايه دي؟ يبقى انت يا عبدو مش قادر تفهم بنت النادي لحد دلوقتي. بقولك ايه، استنى نلبس واجي معاك واشوف هنوي على ايه. يا ستي لا تروحي ولا تيجي، اصبري بس شويه وهنبقى نروح لها سوا. انا دلوقتي هبعت حد من الغفر يشوف طلباتها. صباح الخير عليكم. يسعد صباحك يا راجل.
نعم يا شيخ راغب، جاي بدري قوي كده ليه يا سيدي؟ نشوف اللي وراني، الحاجات اللي كان ملخبطها الدكتور عز الله يرحمه، ولازم نصلحها بقى يا عمدي. حاجات ايه دلوقتي يا راغب؟ ما انت عارف كل الحواديت. بس انا مش عارفه انت تقصد ايه بالظبط يا راغب، اصل الحواديت كتير. يا ستي مش وقته، مش وقته نصلح وما نصلحش، انت يا جدع انت مفيش تمييز خالص. ما احنا لازم نلحقهم على طول. دول بدأوا يغنوا له في موته زي ما كانوا بيغنوا له وهو عايش. هينهبوه واحنا واقفين نتفرج وبنغني ظلموه. يا راجل ما تسيبك من اللف والدوران وهات من الاخر. ايوه ما هم البلد عامله ميتم ان شاء الله في النادي. والعيال هناك معاهم اللي ساب لهم الارض اللي هيعملوا فيه المزرعه يا عمدي. ميتم؟ ايوه. قال ايه مسميينه تأبين. تأبين؟ انت واقف عندك يا ولد بتعمل ايه؟ انا عايز اروح هناك. هناك فين؟ اشوف اذا كانوا عايزين مني حاجه. قصده يعني روح لهند. طب روح يا فال بس ما تعوقش. سي عبد القادر بيه. عايز ايه يا ولد؟ حامد معروف بره وعايز جنابك. عايز ايه سي زفت ده دلوقتي؟ يعني لمحته مع العيال واقف عند النادي. ايوه مع عيال من البلد. طيب هاته لوحده. فرير. هي ايه الحكايه؟ صباح الفل يا سياد الكل. يا سعد صباح. مالهم دول يا دحان؟ دول عاوزين يبكوا على راس الميت عندنا. ايه؟ ما بلغش جنابك موضوع الميتم ده؟ لا بلغني. جايبهم انت ليه دلوقتي؟ لحقتهم امبارح بالليل قبل ما يوزعوا القرص على روحه، قلت اجيبهم لك تاخد بخاطرهم. حلو. الحكايه دي تتلغي خالص من غير ما تاخد ولا تدي. مش هينفع يا ست الستات، هيلموا شويه عيال زيهم تاني وينصبوا النصب على القهوه وهات يا مكلمه بقى. كلام حامد صح يا ادري. طيب هم عايزين ايه بالظبط؟ عايزين يستأذنوك عشان تشرفهم بالحضور. ده الكلام اللي محسوبك حطه في بقهم. اصطاد بقى يا عمنا. يدحليبوا عشان يثبتوا اللي خدوه. لا بقى ده انا اشوفهم بنفسي. استني يا ادريه تشوف ايه. استني. طب توكل انت على الله يا حاج. كده يا مستر. توكل على الله. انا هتصرف. شوف انت وراك ايه. طب يا اخوي اما اشوف هتتصرف تعمل ايه. خد راحتك. ايوه يا عمدي. اهلا 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 يا اولاد، ازيكم؟ شربتوا حاجه ولا لسه؟ تسلم يا عبد القادر بيه. خير ان شاء الله. والله يا عمده احنا رتبنا العمل تقبيل للدكتور عز الدين. تقبيل؟ والله فكر. وهيكون في النادي ان شاء الله. النادي اللي عمله الاهل البلد ضمن حاجات ياما عملها يا عمده. نعم نعم ونعم الناس والله. فيكم خير يا اولاد. طب والدكتور عز الله يرحمه ما كانش له اهل ولا اهله ماتوا من اصله؟ عيله كامل وعيلتني. ده كلام برضو يا شيخ راغب؟ ده بدل ما تشكرهم. على العموم يا اولاد احنا عملنا العزه في مصر وما كانش قليل. امال ده كان فيه وزراء ياما من كل صنف وكل لون يملوا الدوار ده وزياده. مش الجماعه اللي هتلمهم في النادي؟ الدكتور عز الدين كامل يستاهل كل تكريم، والبلد هنا برضو من حقها تكرمه يا عبد القادر بيه. الدكتور عز مد ايده لناس كتير واحنا منهم. هتيجي تشرفنا يا عمده في النادي مش كده برضو ان شاء الله؟ لا يا ريت، بس اصله مش هينفع النادي اصلا، ده هيتقفل. يتقفل؟ احسن بلا دوش الدماغ، ويا ريت يقفلوه على طول. لا يا شيخ راغب، المجلس المحلي مخصص مبلغ علشان تجديده، ويمكن استلموه النهارده علشان يبتدوا الشغل. النادي زي ما بنى عز بيه، مش محتاج حاجه يا عمده. لا محتاج، محتاج يوسع نشاطه، وده علشانكم يا شباب. احنا كمان بنفكر في خطه مشاريع صغيره للشباب تتعمل جوه النادي. ويا ترى هيفضل باسم الدكتور عز؟ طبعا طبعا، تخليدا لذكراه. الله يرحم. بالمناسبة يا أولاد، هند هانم حرم المرحوم عز موجودة في البلد، ياريت تعملوا الواجب وتروحوا تعزوها. ماشي يا عمدة. مع السلامة يا أولاد، فيكم الخير والله. قول لي انت كمان بعتهم يعزوها ليه يا عمدة؟ هتعرف انا بعتهم ليه يا شيخ راغب. مش مستريحة للي حصل ده والله ولا انا. ليه يعني؟ كلام العمدة الناعم وكلام شيخ راغب السم. هو مش عايزنا نعمل تقبيل ليه؟ انا مش فاهم. ما تستعجلش يا حسني. طب ما خلي الكلام ده مع مراته، مع الاستاذة هند. ما يصحش نكلمها في اي حاجة دلوقتي. تفتكروا ممكن يكون ليها موقف تاني من المشروع ده؟ ده مش وقت التفكير في اي حاجة يا اخوانا. يعني ما عادش مسترايا حد غير الهانم بس يا سيد. ما العربية كانت طالعة قدام عينيك باخو المرحوم ومراته يا اخي، هتسأل في ايه؟ يلا خلينا نتلقح لحد ما يعزوا مننا طلب ولا حاجة. دي اوامر البيه بقى. الست بتقول لكم متشكرين ومش محتاجين حاجة ومع السلامة.
وانت اوعى تفتح الباب لحد، سامع ولا لا؟ الست مش عايزه ازعاج، اوعى تفتح الباب. يا خالة احنا جايين عشان نقابل الأستاذة. احنا عايزين حضرتك تبلغيها وبس. وانتوا تبقوا ولاد مين يا دناي؟ بلغيهم ان انا مش قادرة اقابل اي حد. يا ست هان دول جدعان طيبين وفيهم الخير، ما تكسفهمش، طول عمرك قلبك طيب. مش قادرة يا مساعدة، مش قادرة اخد عزة تاني، تعبانة. ازاي يا استهان؟ دي البلد كلها بتحضر نفسها عشان تيجي تعزيكي وتاخد بخاطرك. معلش يا مساعدة، انت عارفة ان عبلة تعبانة ومحتاجة هدوء. ربنا يصبر قلبك. معلش يا ولاد، الهانم مش هتقدر تقابلكم، اعذروها هي تعبانه شويه، ما جلكوش في حاجه وحشه. وايه الحكايه؟ يعني العمده مش عايز يعمل تقبيل والست مش عايزه تقبل عزانه؟ بالراحه بس يا حسن، شكل اللي بيحصل ده بيقولوا ان الدكتور عز راح وخد الخير والذوق معايا شباب ميت ابو كامل. لا يا اخوانا، في حاجه بتحصل مش مفهومه، في شيء مش طبيعي. ليه رفضتي تقابليهم يا ماما؟ دول بيحبوه وعمرهم ما هينسوه يا عبلة. كان لازم تقابليهم حبيبتي. انا جبتك هنا عشان ترتاحي قبل ما نسافر، كان نفسي اسمعهم هما بيتكلموا عني. تعالي يا حبيبتي اقعدي تعالي، دلوقتي نكلم الدكتور احسان نشوفه عمل ايه. انا مش عايزه اسافر. الكلام اللي بتقوليه ده هبله. خلاص نظر اللي راح ده ما بقاش يهمني في حاجه. مش عايزه اسمع منك الكلام ده تاني. انت اصابتك بسيطه يا حبيبتي وان شاء الله هتخفي وهترجعي لحياتك وهترجعي لدراستك، وبعدين في النهاية الحياة بتستمر يا حبلة. هو دكتور إحسان مرتب لنا نسافر فين؟ عندي نفس الدكتور في لندن، البلد اللي خدته مننا. القدر هو اللي خده مننا. هو احنا قربنا على المغرب مش كده؟ أيوة حبيبتي. الكآبة بتزيد قوي في الوقت ده. الكآبة جوانا مش في الوقت. ماما أنا أسفة قوي، بحس إني بدايقك على طول. لا يا حبيبتي ما بتضايقنيش، ما بتضايقنيش يا حبلة. كأنها كبرت 20 سنة، مع إني كنت فاكراها زي وزي حس برا الزمن، لكن دلوقتي خلاص الزمن اتغير، اتغير قوي. ألو ألو الو الو الدنيا الواسعه بقت قدامها زي الحوق، ولسه هتدفعي الباقي يا هند. انت كنت بتكلمي مين يا ست قدريه؟ قولي لي يا بنت، هو الولا شيحه لسه هناك؟ ده احنا ما صدقنا يقروا انك من صلب اخوه مشيحات الله يرحمه. ده لولا الشيخ النادي وست دكتور عز الله يرحمهم والست هندي ربنا يديها الصحه يا رب كانوا نكروا الجوازه ديت. تعالى معايا عشان تشوف بعينيك وتصدقني يا بلحاج، ما تقولش ان انا مستعفيه بالباطل على حد، وما تصدقوش لما يجي يتبلى عليا ويقول ان انا طلبت منه انه يقتل بنت النادي. شفت يابا؟ شفتش حتى الطيب الصالح بيعمل ايه؟ بس بالراحه بالراحه يابا عشان نعرف نظبط الجريمه نقفشه بيها. يا نهارك اسود، معاشر الخدامه يا شحاته. بيكمل عمله عز مع خدام، هو مع بنت النادي الشحاته وانت مع خدام. وطي صوتك لما اسمعه. رد عليا يا ولد، ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ قول له
قول الحاج يا شحاته. يقول له ايه يا بنت الكلاب؟ انت يا ولا وابعد عني. يابا دي لازم تترمي في الزريبة لحد ما تجيب امها وشحاته ينطرد. وطي صوتك، مش عاوز فضايح. غوري من وش، غوري من هنا، مش عاوز اشوف وشك. وانت حسابك معايا بعدين. ما تمشيش يا سعد. ايه؟ ما تمشيش. وهقول يا ادريه، يابا ادريه بتعمل كل ده يابا عشان ما جبتلهاش اللي قتل بنت الشيخ النادي. اخرس. قلت ايه يا ولا؟ هيقول ايه يابا بعد النجاسه اللي شفتها بعينيه؟ دي مش نجاسه ولا شيء يغضب ربنا. سعد مراتي متجوز الخدامه على سنة الله ورسوله. ابن الحاج جديد يتجوز بنت الكلاف الخدامة؟ يا لهوي، اهي دي بقى الفضيحة يابا. البت دي تترمي في الزريبة لحد ما نشوف لها حل. وانت هات القسيمة وريها لي. مين؟ انا شحاتة. افتح يا ام جلال، انا شحاتة ابن العمدة. وهو ده عايز ايه ده؟ افتحي شوفي عايز ايه. ماشي يا اخويا، مزروع انت، مزروع قوي انت. اتفضل يا باشا، اتفضل. ست هنا عاوز اقابل مولانا الشيخ النادي. في ايه يا شحاته؟ عاوز ينجدني. ينجدك من ايه؟ ادري عملت لي خيا عشان ما رضيتش اكري عليك اللي قتلك. يقتلني؟ شر بره وبعين، ما تقولش كده اعوذ بالله. مولانا لازم يقف جنبي، يشوف لي حل مع ابويا. مينا في الزريبه وبيضربوها، عايزين نطلقها. تطلق مين؟ ساده. الله، مالك يا شحاته؟ في ايه يا بلد؟ الحقني يا مولانا، انا واقف في عرضك. انجد سعاده وانجدني. اهدى بس كده يا شحاته وفهمنا عشان بابا يقدر يساعدك. انا اتجوزتها على سنه الله ورسوله. انا مش فاهم يا هند. سعاده دي شغاله عندهم بقالها زمان يا مولانا. ايوه بس انا اخترتها وهي اختارتني، مالهم هم؟ وفيها ايه؟ حقه. فيها ايه ازاي بس يا مولانا؟ انت يا ابني مش بتقولي اتجوزتها على سنه الله ورسوله؟ ايوه يا مولانا. والقسيمه اهي. خلاص يبقى مالهمش دعوه بيه. عايزين نطلعها يا ست هند. وممكن بعد كده يقتلوها باللي في بطنها عشان ما تطولش ورث. هي حامل في التالت. اوعى الطلاق يا شحاته، لازم تتمسك بمراتك. هيتكاتروا عليا وانا طول عمري ضعيف فيهم، الشقيان بينهم. بابا هو جابه عشان خاطري يا بابا، ساعده يا استاذه. ده بيقول لك كانت ناويه تكر عليكي حد وهو رفض، وعشان كده بيدفعوه الثمن دلوقتي. انا جاي معاك يا شحاته. طب الصباح رباح يا مولانا. لا دلوقتي، وهطلب عز كمان عشان يجي معانا دلوقتي. ما تخافش يا شحاته، ما تخافش. ومن عالم، يمكن كانوا رامون انا كمان بره البلد. يعني ما كنتش قاعد معاهم دول خالص. انا هفضل قاعد هنا جنب الست دي. يا واد قلنا استحمل عشان خاطر حقك. حقي حقي وسط كمان زي دول يا ستي؟ حقي وانا خدام؟ دول اذا كانوا بيتفقوا على عز بيه ودمه لسه ما بردش. بيتفقوا على ايه يا واد؟ أدرية المفترية وأخوها وراث في رتبوا من دواق إلا يخرب بيوتهم مطيعهم. ولا اكتم، اوعى تقول الكلام ده قدام أي حد، وأي حاجة تعرفها قولها لنا وباس. سامع ولا لا؟ نسيب الست على عماها؟ أبدا. على السلامة يا ست هان. الله يسلمك. ايه رايك يا مارجريت؟ مش لازم يشوفوا التقرير. ايوه بس هم عارفين ان انا مسافر عشان اجيب التقرير. قول مفيش فيه حاجه. ازاي؟ هو فيه. اوكي، ما تديش للموضوع اهميه وركز في حاجه اهم، وما تتسرعش في شيء من غير ما اقول لك يا شفيق. مارجريت، انت مخبيه عني حاجه؟ لمصلحتك. انا بعمل كل حاجه لمصلحتك. انت بتتكلم كتير. ايوه طبعا، على الاقل يعني قولي لي انا. خليها مفاجاه. الارض هترتفع سعرها. أرض إيه؟ لما يوصل ديفيد. مين ديفيد ده حبيبتي؟ خليها مفاجأة. وهو جيب نفسه أنا وصلني بيه؟ والنبي صحيح. طب وإحنا هنشوفه إمتى أمال؟ طب وشفيق ومراته؟ أعلى بالفانوس منك ليه؟ نور يا حامد. أنت متأكد إن المكان هنا؟ لا متأكد. عيب، ده أنا عبد العايق. أنا عارف، عارف الخريطة دي من أيام أبويا الشرابي حبيبي. أيوة المطلوب موجود. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أيوة ثانية واحدة، المطلوب موجود. أيوة أيوة، هنا هو، هنا هو، هنا هو،
هنا اهو. ايوه يبقى استعنا على الشقه بالله يا رجاله. يلا بقول لك ايه يا حامد، اي غلطه فاس هتضيع فيها الوفات. ايوه طول عمرك اتلموا حواليا، اتلموا حواليا، اتلموا اتلموا. بص بقى، امسك امسك. الشاي استهل. متشكرين يا ابو النور، كتر خيرك. العفو يا ست الكل. خدي حبيبتي الشاي. هو احنا في ارضنا يا ماما؟ ايوه حبيبتي ارضنا، بس الجزء ده كده احنا مأجرينه لعم ابو النور. اعرفه، هو التليفون رن امبارح كذا مره. سمعتي؟ اه سمعته، ما رديتش ارد. انا رديت بس ما حدش رد عليا، خفت. خفتي من التليفون؟ في الضلمه الانسان بيخاف من كل حاجه. تعالي يا حبيبتي، تعالي اما اختك اقول لك احنا زارعين ايه في الارض دي. تعالي يا حبيبتي، الجو هنا جميل جدا. بصي بقى بسم الله ما شاء الله. ايه بنت 14 يا ناس؟ يوه يا دكتور شعبان، بلاش اوانته واتكلم جد يا راجل. الضغط مثال يا ست الكل، تبخري. امال دكتور مصري بيقول لي ملخبط وعالي ليه؟ دكتور مصري ده ايه؟ ده بيزنس يا ست الكل، تجاره يعني. يا صباح الفل يا ست الكل. الله، الدكتور شعبان هنا، ده انا حظ من السما والله. اهلا 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 بمأذون البلد وبركتها. شوف يا دكتور، انا طول الليل ومراوحي طابقه علي وشقتي بتوجعني من هنا. حتى شوف كده، هنا مش الوحده الصحيه يا راجل، ابقى اروح له هناك يا اخوي. الله، وفي ايه يا ست ادريه؟ شوف يا بركه، انت هتشرفني في اي وقت. ايه ده يعني اجي لك كده اوقف في الطابور وسط الغجر؟ ازاي بس يا بركه، ده انا اعمل لك كشف مخصوص، افضي لك روحي. لا قولي لي يا ست الكل، هو العمدة عمل ايه في الشكوى الكيدية؟ ما قالكيش؟ وانت تقف ليه ضد خطة الوزارة يا دكتور؟ السلام عليكم. قبل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لان ده كلام فارغ يا عبد القادر بيه، وما نصحش نسيره. خطة حكومة، بنقول دي خطة حكومة. على كل ان الشكوى اتحفظت، بس انت لاين بقى البت زميلتك دي، ما تخليهاش تناطح عيني عينك كده. اه يلا، زمن غريب. مستنيك في الوحدة يا بركة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بنت يا شفيق، افطار العمدة. وانت لابسه كده ورايحه على فين يا ادريه؟ رايحه الهند يا عمدة. امال هنسيبها مقفله على روحها ومش عايزه تعبر حد؟ لا، تفوق بقى وتقول لنا هتعمل ايه. الله ينور عليكي، وهاتي معاهم من الاخر. تحب اجي معاكي؟ لا انت ولا هي، سيبوها دلوقتي. يا عمدة يا عمدة، العيال خلاص شطبوا السور وداخلين دلوقتي على شغل المزرعه. ده غير حكايه المأجرين والمدرسه وخلافه. قلنا مش عايزين تسرع، مش عايزين لخفانة يا اخوانا، سيبونا انا اتصرف انا براحتي. الله، طب يا اخويا بالراحه علينا شويه. ايه ده واد يا شيحه؟ ايه يا استدري؟ ايه يا ست الكل؟ مش هتيجي تسيبه تاخدكم؟ ايه يا ست الكل تحت امرك؟ طب مالك يالا عامل كده ليه؟ انت كنت فين يا ولد؟ ما تدور وتكلم. كنت عند ستي بقت حداها فيها حاجه دي. هي هند مشيت يا ولا؟ لا بس مش في الدار، اصلها خدت الست الصغيره استعاب لعبال اولادك كده، وطلعت بيها على الارض يقعدوا بعيد عن خلقه الناس العكره. هل لديك اقوال اخرى يا شيحه؟ لا ما لديش. طب يمشي انت. سلام عليكم. عجبك يا عبد القادر نقورت الولا؟ اسمعي مني يا ادريه، وبلاش تروح الهند دلوقتي، بعدين بعدين. اسمعي يا راغب. لا مين احضر عمدي؟ تروح للعيال بتوع المزرعة دول وتقول لهم إن الست هند طالبة منهم يسيبوا الأرض لأصحابها. شفت يا ست أدرية؟ مش قلت لك العمدة مش هيستنى. بس بالراحة، مش عايز أي شوشرة. بالراحة ده إيه؟ ده عيال نصابين وضحكوا عليه. أنا بقول مش عايز أي شوشرة، أنت فاهمني؟ كده يبقى هند كلمتك في التليفون يا عمدة؟ يا سيدي من غير ما تكلمني، هي مش رفضت تقابلهم؟ عشان كده بعتهم عشان يعزوا، وانت عارف ان هي مش هتقابل اي حد فيهم. شفت يا ست أدرية مخ العمدة شغال ازاي؟ ما شاء الله. واسمع، تقول لهم العمدة عرف وناوي يدبر لكم مكان من عنده، ما تنساش دي. يلا سلام عليكم.
نعم، مكان ايه يا عبد القادر؟ ده كلام كده وكده. طب يلا يلا انت وما تضيعش وقت. على بركه الله. اسمع، خد معاك غفر بالسلاح. غفر؟ ايوه، وابور حارت كبير. ولازمته ايه ده كمان؟ عشان تهد السور، لا تاخد ولا تدي. ايوه بس العمده قال يا ستي. يا راجل سيبك من كهن العمده. واد يا شيحه، انت يا ولا. الو، منزل دكتور عز. لا الست هندي مش هنا. مين اللي عايزها؟ شوقي بيه؟ ابو حجر؟ هو انت من عيله ابو حجر حدانا في البلد؟ بتتكلم من لندن؟ طيب لما تيجي حاب اقول لها. مين اللي كان على التليفون يا ام سعد؟ ده واحد اسمه شوقي بيه من عيله ابو حجر، بس بيتكلم من لندن. لندن؟ يعني رجعت وبتتكلم من مصر اهو. الحمد لله على السلامه. نعم طبعا عايز اسال على التقرير. ليه؟ هو احنا مش اتقابلنا في البنك واتكلمنا ولا ايه يا شفيق بيه؟ الله، يعني مفيش حاجه. طب ممكن نتقابل؟ مش فاضي. شكرا. عرفت اجيب التقرير من السفاره. يعني الكلام طلع صح؟ مؤكد، بس الواقعه غريبه. الوفاه مش جوه الفندق، بس في مكان قريب منه. والشبهه الجنائيه مصدرها مش محدد. يعني مات بره الفندق يا جماعه ولا مات ازاي؟ مفيش تحديد كده. بقى لازم اوصل للدكتور سعيد عمر وبعدين نشوف. انا قلقان من ايه؟ مش عارف، حاسس ان في محاوله تعتيم مقصود بس مش عارف من مين. طب ما تفوت على الاستاذ منعم تاخد رايه بعد ما ارجع من زياره الوزير. بس بقول لك ايه، لو هند اتصلت بيكي من هنا او من العزبه اياكي تغلطي في كلمه.